يقدم لكم هذا البرنامج برعاية جوفامين. جوفامين مكملات غذائية ترافقكم في الجمال والصحة. رمضان كريم مشاهدي قناة النهار، عدد جديد وضيف جديد من برنامج تشالنج كوك، البرنامج دائما ما نشوفوا فيه شخصية نحبوها ونتابعوها باش نكتشفوا مع بعض مهاراتهم داخل الكوزينة. ضيفنا النهار اليوم اكتشافه الكبير للجمهور كان في بوزي دايز، ولكن هذه الخطرة رانا نشوفوه في عائلة أمبان في الدور الرسمي. خلونا نستقبلوا مع بعض محمد. ضيفنا لنهار اليوم راح يكون محمد غماري اللي شارك في سيت كوم عائلة أمبان. تحدي تاعك لنهار اليوم يا محمد راح يكون سهل. لا بروميير روسيت راح تحضرنا طاجين جبن، اما لا دوزيام روسيت ما كاش سهل عليها واللي هي تحليه تاع الفلان او كراميل. ضيفنا في حلقة اليوم هو محمد غماري، واللي هو اللي رايحين اليوم نمتحنوه في الكوزينة. صح رمضانك ومرحبا بك معنا. صح رمضانك وصح رمضان كل المشاهدين الكرام. مع العلم بك المشاهدين الكرام انا اللي حنطيب اليوم، جامي في حياتي دخلت الكوزينة اول خطرة، وقبل ما نجي قلت لكم يعني لا طيبت ولا لك واحد تاكلوا من عندك واحد دخلوا كاع المستوصف ان شاء الله عشيه. ان شاء الله تخرج. لا لا ان شاء الله، ان شاء الله تكون قدها. حنا لا ماجوريتي تاع الناس ولا الضيوف اللي جاوا كانوا رجال وقالوا لنا ما نعرفش نطيبوا، خرجت طيب ماكلتهم بالطبع. دونك جو بونس انا صح ما نعرفش نطيب، ماشي اليوم نديكوفري واليوم نشوفوا بالك منات ولا طيب تخرج تعرف. صح ما تدري نشرح لك برك لو كونسيبت. هو انه عندك دو تشالنج، عندك ان بلا وعندك ان ديسير. لي دو تشالنج عندك 3 جوكر تقدر تستعملهم، تقدر تتصل بشخص او بصديق يقدر يعاونك، تقدر تدخل جوجل تشوف لا روسيت هادي اون اون مينوت يعني 60 ثانيه باش دقيقه. لا لا لابيل عندك 60 ثانيه او دقيقه، وفي جوجل عندك 60 ثانيه او دقيقه ثاني. اه وثالث جوكر هو انه انا نساعدك في حاله ما حصلت. اه راح نبداو لو بروميير تشالنج تاعك هو طاجين جبن. ايوا وكي تسمع طاجين جبن كشغل تجيك بيزار، تجيك صح مع جاب طاجين وصعبيته. مي نورمالمون سي فاسيل، خيروا لك لو بلو فاسيل باش تكون في الصوره. طاجين جبن هو الفاسيل كاع، ما كاش كاين قبلو كاين فري طوملات هذا واش كاين قبل طاجين جبن كاين فري طوملات هذا واش كاين. انا فري طوملات ما عرفتش نديرها على كل حال. المهم انا غير دخلت وشفت هذيك الدوز لانكا قدامي قلت خلاص اليوم ما تفرش طاجين جبن كذا يا شي ما داك ديلي فلافليسيون كذا يا ما قدرتش وانا نخاف انا الكوزينه. اخو دوك نزيدو لها شويه سمن، زيد شويه مازال، زيد شويه زيد شويه. اه زيد شويه ونزيد لها شويه تاع السمن. ايوه باسكو انا عمرتها شوفي. صافا صافا واش نديرو دوكا وراها؟ اه سكالوب واش نديرو؟ شكون يتقلى الدجاج؟ الدجاج يلا ها. ايه هكذا سهله. هاي بان واش نديرو بعد ما الملح مقلق على الملح جباين باللي قبيح بسكالوب باش تعجبك. استنى قبل الملح كاين حاجه قبل الملح. يلا خمن من هادوما. دقيقه هادو تاع الحله هادو تاع الديزاير تما خاصك منهم. البصل صحيت. واش بيك خايف من البصل؟ مش خايف. هادي و سي بون خلاص خلاص باسكو البصل هو اللي تحب. شوف الطاجين البصل اليوم ماشي طاجين بالجبن هذا، خليني نخلط. هاك خلط قري طاجين البصل ماشي طاجين جبن. واش احب البصل بالاخر؟ واش راح نديرو مور البصل؟ الملح مازالو ما نسيتي على الملح. شوف الملح كيتلحق للملح نعطيك سؤال باش تجاوب عليه بس عطيني الملح. توم غلط صحيت. يلا باش ما ت دير بيان دير. ايوا فرينا اهو قلتو الموس. هاك هاشا دوكا عندك لا تاكتيك. خلاص فهمت دوكا عندك لا تاكتيك. ايوا حاجه اللي كنت تحتموت وديرها الملح صاعيت لي زيبيس اون غرو. ولكن باش تحصل على لي زيبيس ديالك لازم تجاوب على سؤال ثاني. مازال بسم الله دابا بدينا حابين نبعثوني اول سؤال في الحلقه قلت لي ثاني. شوف اول سؤال يقول ما هو الغاز الاكثر تواجدا في الغلاف الجوي للارض؟ راحي نيتروجين ولا الاكسجين ولا الكربون؟ اوكسجين باينه بلي ما كاش، نيتروجين ماله مزيان ما قلتش الكربون باسكو كي قلت لك ماشي هو انتيليجونس نحطو كاع ولا لا 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 شفت ناس يحطوا بزاف في الكحال بصح ملح لا لا 10 ونحط الملح كومبلي لو كان درتو كان ليكيب اليوم كاع في القطار كاع لاطونسيون اليوم بعيد الشر عليهم مزيان في الكحال مزيان هكا لا لا لا
نو فوق على الجيرياج هكذا وري لهم المغرف اللي رفتها عاود وري لهم حجم المغرف اللي رفتها كان راح يديرها كامل انا بزاف هذيا واجب لي ربي عندي مشكل مع لي جيبيس فلفلك حشره ودرتو كاع دوكا بعد هذا الشيء واش نديرو اللي قاعدوا نها التوابل لا لا خلاص دوكا خلينا كملنا مع التوابل دوكا عندنا حاجه امبورطون باش نديرو باش يطيب لنا الدجاج ما كان والو كيف يقعد يطيب هكذا بعد كيفاش مرة زيت شوف كاين بصل ثوم زيت الملح كي تنشف لاصوص كيفاش الماء صحيت المرقو دوكا بالبوياخ تاعنا تاع فاكير باش المرق الماكله بيان سور ما تلصقلكش ديريكت في الدجاج عم بالك بدات تلف لي انايا بدات تلف لك خلاص ما تعرفش لي زيتاب الجايين ما كاش ما نعرفش لاني نحب ندير جوكر حبيت نبدا بلي جوكر عجبني حسيت واحد غارق مسكين خصو بوي نبدا لي جوكر جوكر راه يطوي ها يلا نزيدو نغطيو اكثر شويه هكا هدي كاع باسكو ما تحقش اون فري لاصوص اليوم نتايا حطيب فيه الدجاج ما تحقش الدجاج انا عطيتو لي زيتاب شفتو ماشي ملوح واش من جوكر تستعمل نستعمل نعيط لخالتي طيحت لنا تعرف تطيب دوك نشوفو تعرف تطيب ولا لا يلا نستقبلوا مكالمه الو السلام عليكم سلام اهضر معاها قولها بلي راك حاصل راك في تشالنج كوب نصيره شوفي عندك دقيقه واحده راني حاصل ميت راك واش راك راح تطيب طاجين جبن شوف محمد خذ شويه تاع السمن مع الزيت قليت درتهم كاع شوفي درت الدجاج درتها في القدره درت الماء غليت دوكا موراها واش ندير اسنا كي يطيب الدجاج فتتو فتتو زيد له لا شابلور وزيد له البيض والفرماج وشويه تاع المرقه اللي بقات لك خلط كلش مع بعض وديروا داخل البلا اللي يدخل للفور وعمروا من الفوق بالفرماج تحب دير طبقه بطبقه طبقه فرماج طبقه خليط ولا دير كامل الخلطه ودير من فوقها الفرماج يعطيك الصحه هذا ما كان وديروا داخل الفور وش هي طيبه شكرا لك يعطيك الصحه كي سلكتيه يعطيكم الصحه شكرا صحه رمضانك وصحه دورك يسلمك صحتكم اسرع مكالمه واسرع شلاش اسرع مكالمه واسرع ريبونس حفظت لي زيتاب اللي قلتهم لك حفظت لي فتت الدجاج اها احكم الفرماج و لا شابلور وشنو ثاني طربت لهم نسيت لا شابلور البيض والفرماج ايوا البيض والفرماج كي تحكم هكذايا خلط ودخل قالت لكم بعد دير طبقه ومن بعد زيد دير طبقه الفرماج من الفوق ايوا خلاص حنايا مرة نروحوا فاصل صغير ونرجعوا لو طون اللي يكون طاب الدجاج ديالنا باش نشوفوا كيفاش راح يدير هذا الخليط واش راح يدير في التحليه نهار اليوم ورجعنا لكم مجددا مشاهدينا دائما مع محمد في تشالنج كوك والدجاج ديالنا راهو طاب ونحيناه راه ملي كلي مخصو ودوكا لا دوزيام واش قالت لنا نحط الفرماج والبيض ولا شابلور شحال ندير زوج حبات يلا نروح دوك نعطيك بصح انايا اسو ساهل خا ما تقعد انت تفتت فيه هادو درك نجيب لك الاشوار ديالنا تاع فاكير باش نديرو فيه لي زانغريديون تاعنا ومن بعد نبلاصيوه يلا ما كنتش تعياو نتوما نسى بديت هو صح سي فري فاكير يسهل صح فاكير يسهل عليك المهمه جدا يسهل يلا تفضل حط لي المقصود ديالك هنايا داخل حطهم باسكو هو يرحي لك كلش من بعد نقولها ونعاودها المراه الجزائريه ما يدير والو اي تشكي برك كيف ندخل الكوزين انا نشوف الميكسور وحده وابزيتين التكنولوجيا تاع هذا الوقت نسى ما جاي يهضروا كلش سهل أبو عدنا سؤال ثاني في التشالنج تاع اليوم شنو هو باش تحصل على الفرماج صحيح نبداو اول سؤال يقول ما هو الغذاء الاساسي لثلث سكان العالم الغذاء ثلاثه احنا نعطيك ثلاث احتمالات كونسونتريتو فيهم مليح تبان لك صعيبه بصح هي بالاحتمالات تتسهل عليك الارز ام القمح ام الذره الرز باين خاطش لاشين ياكلوا الرز باينه بلي الرز ماشي غير لاشين كاع الرز هو صح الرز صار عليك تفضل يلا لو فرماج تاع موندور نذكر مشاهدينا انه لو فرماج تاع موندور فيه بلوزيور غو يعني فيه اللي نستعملوه عفوا فيه اللي نستعملوه عفوا في الغراتان فيه اللي نستعملوه من كيما لوطخ فرماج اللي نستعملوه جوست من الفوق وكاين اللي يسهل عليكم المهمه هذا اللي بك الاخر جهه المهمه ويذوب رابيدمون يعني ما يبقى ما يقعدلكش في يلا المغرف لا 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 دير قطعها مخصوص ديرو لداخل باسكو راح نخلطو كلش هكا هذا اللي نعاونك يلا هكذا فوالا ايوا زيد هذه مخصوص زيد هذا مخصوص فوالا واحد تريوه هذا
حطوا من هذا الكوتي سيب الله يربح فوالا نخبيو. واش قالت لك زيد الخلا ديالك الفرماج البيض هذا ما كان معدنوس لا 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 قالت لك حاجه واحده اخرى ابار المعدنوس لا 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 شابلوغ فوالا هاي لك شعره ونسيت هذا هو فيه الفرماج وين حطوه حطوا له هذا هاوليك خذ راحتك حفظك فوالا درك شحال نديرو عطيني انا ندير جوج مغارف صح حفظتها هذه ولا شنو ثلاثه مغارف انتوما خاطر يلا تاكو نزيد تري بيان سي بون نعم باش برك يكون عندها قوام شد روحه شويه اصلا بديت نتعلم دوك هذه ونحطها واش نسيت حشيش صحيت هاكا زيد شويه دير هذيك وزيد شويه فوقها زيد شويه وخلاص زيد شويه قرصه وخلاص سي بون هاك عطيني دوك هذا دركا نغلقوا عليه نحطو طبعا هاوليك الغلاق هكذا باش تكون عندك المهمه سهله جدا انا نخلط نعطيك تخلط ما تخافش فوالا نعبس برك هنا نعبس برك لهنايا هاوليك ها خلاص خير تولي عندك خليط وانا كنظن نجيب لك انا لو مول اللي تحط فيه خلاص سي بون شراها دركا بلا كويير هادزا حاول انك تحط الخليط ان بو بارتو يعني تكون عندك طبقه متجانسه ومن بعد عندنا بيان سور لو دوزيام فروماج تاع موندور اللي نحطوه من الفوق باش يجينا بيان شنو نقولوا دايب مليح من الفوق وباش يجينا بيان غراتيني طبيعي باش تحصل عليه لازم لك سؤال وشنو هذا؟ هذا ثاني؟ وي كيما لعبت ثاني نديرها سؤال لا لا ماشي نفس اللي ديرها قلت لك في البدايه انه لي زانغريديون نيسيسار ولا امبورتون نحتاجوهم بسؤال الله يربح اعطيني سؤال انا حنجيبه باغ كونتخ قالت لك زيد واحد الحاجه ونسيناها زيد لا لا انا نفكر فيك ما قالت لي والو غير ما كان لها شمخهم قالت لك زيد شويه من المرقه اللي درتها ايه صح درك شوف باش باش ما باش ما نحط هذا ما تلاه باش ما يروحش التشالنج ديالك هكذاك لا لا استنى قبل ما تحطو هي لازم ندير هذا الماء اي سينو يجيك ناشف اصلا نعطيك اون بتيت لوش نرفدو بها شويه تاع المقا وخلطها لداخل في المول هكذا باش ما تجيكش ما يجيكش ناشف اعطيني المول هذاك يلا دوكا نمروا للسؤال ديالنا باش تحصل على لو فروماج تاع موندور دونك لو فروماج تاع موندور راح يكون عندك بليزيور كاري تحطهم باش دير على بالي هنا 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 عندي فكره صافي تري بيان طاجين طيب جبن دقيقه نفتحوا الفروماج ديالنا فوالا ونمروا للسؤال السؤال يقول ما هو الشيء الذي ياكل ولا يشبع اصلا نعطيك احتمالات اعطيني احتمالات صح النار النار ام البقره ام الشمعه الشمعه الشمعة ياكل ولا يشبع الشمعة دخل في النار تما النار 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 البقرة تشبع النار الشمعة ما تاكلش عندك معلومة كاين واحد الكائن ولا الغراب واقيلا نسيت واحد شغل يطير طائر ما يشبعش ياكل وحوش ياكل ما يشبعش ها مزيان ما جاش في الاحتمالات نجي نحن نرفد اي عبسة جي لي شي ما تلقتيني يا مزية الحمد لله انا مثقف وجبتهم كاع الاسئلة وربحت كلش يلا نزيدو هاد هكا ثاني لو كاري الاخراني بسم الله مازال تزيد نعم تقعد عندك ليسباس تقدر تزيد اكثر من واحد تبرج نروحو حنا طبعا الفاصل اشهاري صغير ونعاودو نرجعو لكم نشوفو دوزيام تشالنج واش راهو مخبي له يلا عودة لكم مجددا مشاهدينا دائما في التشالنج كوكو دركا لحقنا للتحليه او للديسير ديسير ساهل نورمالمون بقاو لك دو جوكر درت الاتصال قال لك اندرو كير تاع جوجل وبقى لك اني نساعدك انا نساعدك انا نساعدك انا قال لي او غالبك جميل سي بون دونك نذكروا مشاهدينا قبل برك ما نبداو التحليه انه الطاجين جبن ديالنا درناه في لومول بعد ما درناه في لومول غطيناه كامل بالفخوماج تاع موندور ودركا رايحين حطيناه ديراكتومون في الفوق باش يطيب يلا اونتخو تو حنايا نبداو التحليه ديالنا نديرو الديسير تاعنا شوف هي سهله التحليه كونسونطري برك كونسونطري نبداو بيان سور نجيبو الفوي تاعنا نبداو بلو فلون ديالنا الحليب الحليب تري بيان
عندك في لاكاسرول مكتوب شحال شحال دير ان ليتر مليحه بيان سور كلش روحي شحال ندير مليتر دير هنايا ان ليتر سوا سوا نجيب لك بيان سور الفلان ديالنا من عند ايديال ايوا هديتها ولكن ما كملناش مع الاسئله فروح واش من الاسئله اليوم خيرنا لو كو بانان وباش تحصل عليه لازم تجاوب على سؤال يعطيني سؤال جاتو جاوب لي او يستهزئ بالاسئله اليوم نجيبهم كاع او يستهزئ بالاسئله يلا نبداو ما تقوليش جدات شارلي برونسو كذا يعطيني فلان نورمال معليش دوك نشوفو دوك نشوفو نقول لك السؤال يقول ما هو الشيء الذي قلبه ياكل قشره خمم فيها مليح دوك نعطيك ياكل قشره دوك نعطيك الاحتمالات الشمعة البرتقال أم البيض كيف قلبه ياكل قشره احنا ناكلوا قلبه ما نشي قشره زعما هكذا لا لا هو القلب ديالو ياكل القشر ديالو شمعة فوالا البرتقال امبوسيبل البرتقال امبوسيبل قلت لك برتقال يا عمري باسكو ماشي وحنايا هو واش ياكل واش ياكل شمعة صح صح قلبو هذاك اللي لداخل هو اللي ياكل هو اللي يدوب اللي من برا صح فوالا انا مزيه جاني نذكروا انه اليوم استعملنا من الفلوغو تاعنا من عند ايديال استعملنا لوغو بانان ايديال كاين بلوزيور غو يعني يا ديفيرون غو دونك كل واحد على حسب الذوق ديالو كيما انا نحب غير شوكو ما نحبش كاع هذا كاين شوكولا كاين بانان كاين كل شيء خلاص درك نديروا المايزينا هنايا لداخل كاع لا لا ماشي درك نعطيك المغارف ديرها كامل خلاص وقيلا نحل حصانا نولي نهضر وقيلا بلاستيك ديرها كامل لانه راهي مكيله ثلاث مغارف ونذكر ديرها كامل اه كامله لانه استعمل يعني فرغ كامل لو كونتوني فيها لانه استعمل كيلوها في الاعداد على حساب شحال تحتاجها ونذكر المشاهدين انه حنا استعملنا بيان سور المايزينا تاع ايديال توجور من علامه ايديال تري بيان دركا نخلطوا لا مايزينا ديالنا خلينا نخلطنا في خلط هاك تخلط ما لازمش يقعدوا لك هذوك المشاهدين ما لازمش يقعدوا عندك هذوك لي غرومو خسر عليك صحه دوكا نديروا هذا تاع لا لا هذا كراميل غلط هذا هذاك العسل تري بيان نديروا كاع لا لا دير زوج مغارف اصلا نعطيك نعطيك نوت كويير لانه هو حلو زيد العسل كدايا حنا في الخلطه في لاغوسيت هادي حاولنا انه اون غومبلاس السكر بالعسل فما نكثروش بزاف العسل هادي اول خطره شفتها انا تاع فلون بالعسل اول خطره حدوقها تجيك تجيك بنينه يلاه دير دو كويير عمرها ما كان اه دو كويير تري بيان فوالا تري بيان ونخلطو كنخلطو حطهم هنا لي كويير عطيني عنديهم اه نحط هنا لاكيا باش نرفد كلش فوالا ودركا خلط مليح لو كونتوني تاع لاكاسرول اللي عندك ديت قالا هذاك هو المايزينا مع العسل هذيك هي خلاص انا نورمال دوكا واش ندير في الجدار لا لا دوكا نشعلو عليه لازم يغلي قبل ما نحطوه في الفريغو نسيت كاع هذيك انا بين المشاهد نقول لهم عفسه نذكرهم بك انا عفسه بسيطه ما نديرهاش في الدار عفسه والو ايه وانت قاعد تحط ما نقدرش نديرها انت قاعد تعلق عليهم تقول لهم ما كم ديروا انا شوف انا كوزينه هذه واش تقول لي واش نقول لك هي هذه الكوزينه ماشي كامل الكوزينات ايه تي غير الكوزينه عندي موديفاي فقط يلا هكذا نخليوه يغلي شويه ما فوق نساوه اونتخو تون نبدا تروح جبنا لا شونتيي هاي ديك لا شونتيي بيان سور نزيدو له الكراميل باش يجينا كو شباب هادي باغ كونطخ تروح في البيتران هيكا نحطها هنا اه وهاوليك الحليب كلشي كيلوه لك في ال نطلع لا طلع هكذا عند فاكير هاوليك فوالا دونك نحطو لو كونتوني هذا كامل هنا لداخل نطلع لك هذا فوالا تحط كامل لو كونتوني تاع لا شونتيي لا بودغ شونتيي ونحطو هاد الحليب فوالا كاملة لازم يكون عندك نفس الكيل ناقص اندوا هكذاك نغلقوا هذا نديروش هذه سي 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 ديرها اصلا نغلقوا على ال دونك دوكا بعد ما نخليو هذا يغلي شوية دركا اونتخو تون نتايا قطع لنا لي بانان اون رونديل نعطيك المسبق باش نفهموا اليوم والله ما لعب عليه واش كنت مداريها مي وشنو على حسب شوفات سلكتها شويه دركا رفد غير المول ديالك بقى
قالت لك بروسيدور وحده برك ديرها ونكملوا كومبليتوم. ايوا قال لك هذاك واش بقى لنا، درنا كل شيء بقى لنا فوالا. شوف بلي علاش برك اصبر نعطيك لاسباتول اللي تخلط بها فوالا. نحطو كاع ولا شنو؟ اه حطو كامل، سهلتوا عليا كاع المهمه بصح. درك نعطيك الطريقه كيما دائما نعطيها للضيوف وانت لازم تخلطها. لا شونتي عمرنا ولا نخلطوها هكذا كيما نخلطوا الجواز ولا نخلطوا حاجه واحده اخرى. لا شونتي باش ما تهبطناش نخلطوا بهذه الطريقه هكذا باش تقعد دائما طالعه. خلاص يلا خلط خلط ورينا في الكاميرا كيفاش خلطت. هاي لك شوفوا عندنا هداف تتعلم تتعلم بشويه فوالا. مانيش حاب نتعلم انا، مانيش حاب. لا لا هنايا في تشالنج كوك مادام قررت تجي هنا لازم تعلم الطيب. اه واه على هاديه ها صافا راه في لابون فوا مشاهدينا ويتعلم. حنا اونتخو طون بما انه راني خلطت اونتخو طون نروحوا لفاصل اشهاري صغير ونرجعوا لكم باش نكتشفوا الدغيساج تاعو كيفاش راح يكون. ورجعنا لكم مجددا مشاهدينا دائما في تشالنج كوك بيان سور. لي تشالنج تاع محمد راهم واجدين يعطيك الصحه. الله يسلمك. وشفت اني تعلمت كما يقولوا موهبه جديده في الطبخ. لا لا شفت لي عجبتني حسيت روحي نجحت فيها ومشي ديت هذاك طاجين جبن اليوم درته جا ماركه ميم كي شفتو هكذايا شهاني. اون توكا يعطيك الصحة. سي فغي ميم سي عاونوه شوية الفريق تاعنا عاونوه شوية في الديكور ايتو. لا 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 سيرتو سيرتو في الديكور عاونوك بالبزاف في الديكور تاعها ولا في الدغيساج ديالهم دونك يعطيهم الصحة ويعطيك انت ثاني الصحة. كيفاش شفت لي تشالنج ديالك اليوم؟ ما شاء الله جو سكر تمتم بس تمتم والله غير ما شاء الله وان شاء الله بك المشاهدين يكون عجبهم الحال معاك. وشنو هي لاكوسيت اللي حاب تعاودها؟ ماشي طاجين جبن خاطر كرهتو جامي كليتو او خطر راني حانا كل يوم في الليل كرهتو في التلمو صعيب زعما صعيب صعيب شويه صح. والتحليه تعاودها؟ التحليه نعاودها هي سهله. اه سهله نعاودها في الدار. خلاص حلي باش تولي. اه هذه مليحه. ان توكا شكرا لك نشكرك لانك كنت حاضر معنا. نتمنى لك كل التوفيق سواء في عائله اونبان او في مشاريع واحد اخرين ان شاء الله يا ربي. ربما عندك كلمه اخيره للجمهور. كلمه اخيره للجمهور تاع عائله اونبان استناونا وان شاء الله مازال كاين حلقات شابين بزاف استناهم سورتو الخمس حلقات الاخرين هكا باش تبعوا مليح. والسلام عليكم. انت كيفاش شفت لنا اجواء الفريق هنايا تورناج؟ اجواء الفريق ما شاء الله انا خلاص بديت نوالف دوكا النهار تي في دوكا نعرفهم كاع بديت نعرفهم. ما شاء الله لومبيونس كدايا بلا ما نحكي خلاص يعني تولي عندنا سيغي سيغتان بيان سور ان شاء الله. ان شاء الله انتوكا كان عجبك الحال معنا وعجبك الحال في الاجواء تاعنا بيان سور. وحنا بيان سور رمضان ديالنا ما يحلاش بلا رامي دونك اون تو بليجي انه رامي هو الصح راه ما كانش دار فيها بيان سور رمضان ديالنا ما يحلاش بلا رامي دونك حنا نشكروك اونكوغ اون فوا. هذا سي ان بتي جيست طبعا باش نشكروك دائما ونقول لك مرحبا بك معنا من عند ديغ ماكتيف باش نشكروك على تعبك اليوم في الكوزينه. مرحبا بك معنا وبالتوفيق. شكرا لكم مشاهدينا انكم تابعتونا النهار اليوم ان شاء الله كنا خفاف عليكم وان شاء الله يا ربي تجوزوا وقيته شابه معنا سواء انا راكم في الكوزينه ولا راكم خدامين ولا حتى راكم قاعدين رايحين نديروا يوم تيست ان شاء الله كنتوا فوتوا وقيته شابه معنا ان شاء الله يا ربي. طبعا ما ننساش اني نشكر ووديفاي لاستقبالنا ايضا نشكر فاكير الكتروميناجي لمرافقته لينا وايضا بيلا ميزون للاواني وليزاكسيسوار وبلا ما ننسى ايديال وايضا رامي بيان سور لالا صالحه كاب دو فير بنتو ميا اي موندور. شكرا لكم وشكرا لكامل الفريق القائم على هذا البرنامج وبيان سور بلا ما ننسى كاف طون نهار يلبسني نهار اليوم صحة فطوركم نتلاقاو في العدد القادم. قدم لكم هذا البرنامج برعاية جوفامين. جوفامين مكملات غذائية ترافقكم في الجمال والصحة.